أحسن الله إليكم. السائل أيضا له سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ، يقول متى يقال دعاء السفر، وهل هو بمجرد ركوب الدابة أو عند السير في الطريق؟ يقول دعاء السفر إذا ركب وسيلة النقل، إذا ركب وسيلة النقل أول ما يركبها للسفر عند البداية، قوله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا وعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. نعم. يسأل على العبارات التي ذكرتموها فضيلة الشيخ: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. نعم، هذا ورد. ما معنى وعثاء السفر شيخ؟ وعثاء السفر تعب الذي يكون في السفر والأثر الذي يكون على الثياب والبدن من الشعث. نعم.